لأمن ولاية الجزائر، المقاطعة الإدارية الحراش برمجت عملية مداهمة على مستوى من الحواضر التابعة للقطاع. ما يخفاكمش بأن هذه العمليات رانا نقوم بها باستمرار، والهدف نتاعها هو تحقيق الشعور بالأمن لدى المواطن من خلال التواجد في الأحياء الشعبية والأحياء المنعزلة والأماكن العمومية. كاين أمر عملياتي في هذا الشأن، يعني كل شدوا عندك.